مجريات القضية كانت تتوجههم الطرف المدني بطبيعة الحال، كانت تتوجههم واحد السيدة مستشارة قانونية، وهذه المستشارة القانونية كانت تحضر جميع الجلسات، وفي إحدى الجلسات المحكمة قررت رفع الجلسة للاستراحة، وترجلات لعندي أنا وبعض الزملاء تينوبوا معايا في القضية، وصرحت لنا وقالت بأنه تم ابنني حي يرزق، وأن هذه المستشارة القانونية بمعية الوالدة ديالو تلقاو تامي بناني في مدينة تمارة وهضروا معاه وتعرفت عليه الوالدة ديالو، وعطاتهم مبلغ من المال مشى خدا به ماكدونالد وخدا به علبة سجائر وعبأ البطاقة ديال الهاتف ديالو وانصرف إلى حال سبيله. قلت لي السيدة المستشارة هذاك كلام خطير اللي تتقولي. قالت لي أنا مستعدة نقوله أمام القضاء. قلت لي واش بصح مستعدة تقولي أمام القضاء؟ قالت لي مستعدة. انعقدت الجلسة، مشيت عند الرئيس قلت له كاين مستجد خطير جدا، ياك لاباس؟ هل اللي كاين اللي كاين السيدة مستشارة قانونية بغات تقول لكم هذا الكلام، رجاء عيطوا عليها بالاسم ديالها. عطيته الاسم العائلي والشخصي ديالها، نادى عليها وقفت أمام الهيئة قالت له نفس الكلام، وتسجل في محضر الجلسة وكاين في محاضر الجلسات، والسيد الرئيس طلب من السيد الوكيل العام أنه يربط الاتصال، لأنها قالت لي بأنه درنا كتاب الوكيل الملك بتمارة في الموضوع. على أساسه طلب السيد الرئيس، ماشي هذا تشكيلة سابقة، من الوكيل العام المحترم أنه يربط الاتصال بالسيد وكيل الملك بتمارة من أجل الإفادة في الكتاب موجه له بخصوص هذه الواقعة. هذه مسألة كينا وشاهدين عليها العموم اللي كانوا حاضرين، وشاهد عليها الهيئة القضائية ومحضر الجلسة والسيد وكيل العام اللي كان حاضر معنا في الجلسة. شي كان احنا من اللي تنجي ونتقضى وتنجيب معنا مقتضيات المادة 5 في قاع الجياب اللي عندنا في التياب ديالنا. مادة 5 من المسطرة المدنية تقول التقاضي بحسن نية ليس بسوء نية، بحسن نية. احنا داك الشيء اللي تنجيو امام الهيئات القضائية تنتكلموا معها بالصدق، ماشي بالتمويه، ماشي بالكذوب، ماشي حاشا لله، وهذا ماشي من السمعة ديالنا. هذه اكثر من 3 عقود وانا امارس هذه المهنة، ما ثبت يوما انني جيت امام هيئة قضائية وقلت لها شي حاجة تخالف الحقيقة. هذا الدرك الملكي لما مشى الواد مرزق قصد معاينة واحد الجثة خدا صور للجثة بطبيعة الحال، وهذا داخل في صميم العمل ديالو، خدا صور، وهذوك الصور تم استخراجها في واحد القرص، هذاك القرص باش يولي أوراق تضم إلى الملف قصد الطلاع السيد الوكيل العام عليها، السيد قاضي التحقيق عليها، المحكمة، الدفاع، خصهم يولي أوراق. تم استخراج تلك الصور الموجودة في القرص في محضر رقمه 98. هاد الناس اللي تتكلموا على قرص، واحد القرص شنو فيه؟ ملي تتكلم على واحد القرص وانت عندك اليقين التام بأنه فيه شي حاجة ما كيناش في الملف، إذا طلعتي عليه، وإلا ما غتكونش عندك هاد اليقين الكبير. وإلا طلعتي عليه فين؟ شكون عطاه ليك؟ وشكون دار هذاك القرص؟ هذه أسئلة خطيرة جدا. إذا عيب الإثبات يبقى على من ادعى، تبقى للقاعدة الفقهية التي تقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اليمين شنو هو؟ هو أن السيد الرئيس يقول له ما عندي حتى شي قرص في الملف، ما كاين حتى شي قرص. السيد الوكيل العام تيقول ما عندي انا حتى شي قرص وما شفت حتى شي قرص. اذا تبتي لينا بانه كاين قرص. هذا كلام لدغدغه المشاعر ديال الراي العام من اجل التضامن فقط. عده مغالطات تعطات للراي العام، الراي العام معذور لانه تيسمع هو بشر تيتعاطف، ولكن لو كانت تعطاته الحقيقه من النهار الاول غادي ياخذ موقف في الوسط،
ما غيميل لا لهذه الجهه ولا لهذه الجهه، ويبقى متبع الملف في اطاره القانوني السليم الى حين صدور الاحكام. انا ذاك يمكن له يناقش ويمكن له يعطي رايه ويمكن يقول هذا دار هذا ما دارش. لما تنعطيوه مغالطات ما يمكنش نحن نحاسبوه، نحاسبوا اللي تيعطي المغالطات. انا بكل مسؤوليه وبكل تجرد وبغض النظر عن كوني دفاع المتهمين، اقول بان هذا الملف فارغ على عروشه من اي وسيله اثبات تفيد جريمه القتل، وبالتالي القرار السليم في هذه القضيه هي البراءه وعدم اختصاص المطالب المدنيه. هذا الشيء سمعته، ولكن اللي جاوبك عليه هو اللي حمل المسؤوليه للاجهزه. انا ما عندي حتى شي مسؤوليه نحملها للاجهزه. اللي قال هذاك الكلام هو اللي يتحاسب عليه، هو اللي يجاوب عليه، هو اللي يوضحه. انا في اطار مرافعتي عقبت على هذاك الكلام، وفي المحكمه وفي قاعه الجلسات وامام مجلس قضاء وليس امام الإعلام.